وللحديث عن اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين وواقع الصحفيين في العراق، معنا من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. مرحبا بك دكتور أيمن. بداية، كيف تقيم واقع الصحفيين في العراق؟ هل طرأ أي تحسن خلال العام الحالي؟ تفضل دكتور. حياكم الله أخي الكريم. من بداية أتقدم بأحر التعازي بوفاة الأخ الأثير الأستاذ حسان الحديثي. نعزي أسرة قناة الرافدين ونعزي مكتب قناة الرافدين في عمان والأخوة في قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين. شكرا لك. الحقيقة تفضل دكتور. حياك الله أخي. واقع الصحافة وواقع حرية التعبير في العراق يعني واقع مزرن يتدهور باستمرار بشكل سريع وملحوظ ومشخص وواضح للعيان. حكومات متعاقبة ترتكب انتهاكات حقوق الإنسان بوتيرة كبيرة بوتيرة مرتفعة وفي المجالات كافة. فأصبح العراق كما ذكرتم في تقريركم يحتل المرتبة 163 في مؤشر حرية التعبير وثالث أسوأ بلد في العالم. نعم. ويتحدثون مع الأسف الشديد عن الديمقراطية وعن حقوق الشعب واهتمامهم بالشعب، وهذا هو يعكس حقيقة الواقع العراقي المؤلم بعد 2003 وحتى اليوم. دكتور أيمن، لكن لماذا يستمر استهداف الصحفيين في العراق؟ نتحدث عن أكثر من 500 صحفي فقدوا حياتهم في البلاد في عملية سياسية تصف نفسها بأنها ديمقراطية. طبعا أخي، هؤلاء الصحفيون الذين دفعوا حياتهم ثمنا للكلمة. 500 صحفي قتلوا منذ في العقدين الماضيين. 500 صحفي في العراق، هؤلاء يشكلون 30% من أعداد القتلى الصحفيين في العالم، في جميع دول العالم خلال المدة نفسها. نعم. فلك أن تتصور التخطيط الممنهج والمراد له في تغييب الحقيقة وفي خلط الأوراق ويعني تقديم المخطئ وتقديم وتأخير المصيب. هذا كله ما يجري في العراق، وكل ذنب هؤلاء الصحفيين هو أنهم بحثوا عن الحقيقة ولم يبحثوا عن أمور شخصية، إنما هي فقط الحقيقة والحقيقة فقط. لكن لماذا لا يجري محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات ضد الصحفيين في العراق؟ أخي الكريم، المستفيدون من هذه الجرائم هم كما يعني معلوم هم الذين لا يريدون لهذه الحقيقة أن ترى النور. فهؤلاء هم يشكلون الحكومات، حكومات ميليشياوية، حكومات تشكلها الميليشيات، يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تلتزم بقانون أو أن تحترم حقوق الإنسان أو أن توفي بتعهداتها حتى التي تقطعها هي على نفسها. لكن هذا كله الحقيقة يفسر لنا أو يوضح لنا أو يوصلنا حقيقة لأنه لماذا هذا الإطلاق المفلت، الإفلات المطلق من العقاب بالنسبة لمرتكبي الجرائم ولا سيما ضد الصحفيين في العراق. دكتور أيمن، معلومات تقول أن أكثر من 36 عملية اعتقال بحق صحفيين تمت دون صدور أوامر قضائية تسبق الاعتقال ووقعت خلال العام الحالي. السؤال هنا، ما الذي يمنع القضاء في العراق من التدخل؟ الحقيقة أخي، حال القضاء في العراق لا يختلف كثيرا عن حال ملفات كثيرة. فالقضاء في نفس الفلك من الفساد والتبعية السياسية
وتنفيذ رغبات هذه الحكومة أو تلك، لا يعني لا يتعدى حقيقة مع الأسف الشديد دور القضاء في العراق غير هذا. لذلك هو يتماهى مع ما تريده السلطات ولا سيما الأمنية منها، وينفذ حال تنفيذ. وحقيقة هو سلطة مهمة، لكن مع الأسف الشديد العدالة مغيبة في العراق، الظلم المركب هو السائد اليوم. لدينا آلاف القضايا التي يجب أن يتم يعني إعادة النظر فيها، نعم، لأنها تحتوي على الكثير والكثير من الظلم. نعم. لكن ماذا يعني استمرار إغلاق الكثير من المكاتب التابعة لقنوات فضائية ومنع العديد من القنوات العراقية من العمل بحرية في عموم العراق؟ السؤال هنا إلى أي مدى يبعث مثل هذا التصرف برسالة أن السلطات الحالية لا تريد أن يحدث تغيير؟ فعلا هو هذه طبعا رسالة للداخل، مفادها أنه لا تغيير، ولا يمكن أن تتغير الحال في ظل نفس الأحزاب الحاكمة منذ 2003. نعم. وحقيقة حتى رسالة إلى الخارج بالنسبة للصحفيين الخارجيين، أنه لا مكان لكم في العراق، لا يمكن أن تتصرفوا إلا إذا كنتم أداة وبوق لهذه السلطات وللترويج لها والتسويغ لها والتلميع وإظهارها بمظهر يراد له ذلك. يعني نعم. إلى السؤال الأخير دكتور أيمن، يعني ماذا يعني تزامن تسلم حكومة السودان الجديدة مع إعلان وزارة الاتصالات تركيب أجهزة جديدة لحجب بعض المواقع، وتذرعوا بأن الأجهزة الجديدة تأتي لحجب مواقع غير أخلاقية؟ ما خطورة مثل هذه الممارسات على الواقع العراقي وما يحصل على الأرض؟ أخي الكريم، المشكلة في العراق بعد 2003 وحتى اليوم هو التطبيق، هو تطبيق القوانين أو الأنظمة، لأنه حكومات متعاقبة ليست لها أولويات وطنية، حكومات متعاقبة ليست لها حسن نية، لا تتعامل يعني لا تتعامل مع هموم الإنسان العراقي نعم. ولا الشعب العراقي. فهذا يعني في إطار حقيقة التضييق أكثر فأكثر، بهذه الحجة أو بغيرها، لكن سيكون التطبيق سيفا مسلطا ل يعني التضييق والتضييق أكثر، وتدهور مستوى الحريات بأكثر مما، وإلا يعني لا شك أنه حجب المواقع الضارة هي أمر طبيعي وأمر جيد، لكن هل هذا الذي سيكون في العراق؟ لا، بل أزعم أنه هذا كله لزيادة التضييق. نعم. ويعني اليوم في العراق الحقيقة ندرة تجد الصحفي المستقل المهني. نعم. لماذا هذا الحال؟ لأنه يتم نفيهم، يتم طردهم، يتم ملاحقتهم، تتم تصفيتهم، نعم. هذا كله الناتج. هل هذا من يصنع هذه الأفعال والجرائم المدانة يكون همه يعني أن يحجب مواقع ضارة أو كذا؟ لا، هذا الأمر لا يستقيم حقيقة. والوضع في العراق يعني وضع مزر نعم. بصورة غير مسبوقة، ولا أعتقد أنه في بلد بالعالم نعم. تكون فيه الأوضاع بهذا الشكل. مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني، كنت معنا عبر سكايب من عمان، شكرا جزيلا لك.